يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي نشرت على صدر صفحاتها لهذا اليوم. وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان أمن المنطقة. البحرين تدعم تخفيف التوتر والتوصل لحلول سياسية. فريق التصدي لفيروس كورونا حجز كميات من لقاح أكسفورد بعد نتائجه. وإلى عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت الفريق الوطني يحذر من التجمعات في عيد الأضحى. ترخيص أول مركز استشاري متخصص في تقديم الخدمات الصيدلانية. هيئة التأمين تفتح أبوابها للمراجعين خلال الفترة المسائية. ومع صحيفة البلاد والتي عنونت 89.65% نسبة المتعافين من فيروس كورونا في مملكة البحرين. البحرين تدعو لتمديد حظر الأسلحة على إيران. أما صحيفة الوطن والتي استهلت تمكين مضاعفة الدعم ل3000 مؤسسة. إلى أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية حول الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، حيث نشر صحيفة الأيام أن وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع أكد خلال المؤتمر الصحفي أن فريقا خليجيا يعمل حاليا حول الإجراءات والاشتراطات المتبعة عند السفر والتنقل بين دول الخليج العربية. نقل صحيفة البلاد أن اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة المفتش العام قام بزيارة تفقدية لفريق العمل المعني بمواجهة فيروس كورونا بوزارة الداخلية، واطلع على الخطط والبرامج لمواجهة هذه الجائحة والحد من انتشار فيروس كورونا. نشر الصحيفة الوطن أن الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين الدكتور إبراهيم جناحي أكد أنه لن يتم فتح الباب مجدداً لتقديم الدعم للشركات والمؤسسات الأكثر تضرراً من التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، لأن ذلك يعني عرقلة تقديم الحزمة الثانية للدعم مجدداً. إلى ذلك لفتت صحيفة أخبار الخليج أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كشف أن أهم أسباب ارتفاع معدلات التعافي من فيروس كورونا في مملكة البحرين والخليج العربي تتمثل في زيادة الفحوصات المختبرية وتتبع المخالطين، بالإضافة إلى تحديث الخطط العلاجية. وبقلم الكاتب محميد المحميد نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان التباعد الاجتماعي العيد عيدان. فإلى المقال. الأسبوع القادم نكون في عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى، وهو ثاني عيد يمر علينا هذا العام في ظل تفشي جائحة كورونا على العالم أجمع، التي أوجبت بعض إجراءات وقائية لضمان صحة وسلامة الجميع. شهدت أيام عيد الفطر الماضي تجاوز البعض لتلك الإجراءات، ما أسهم في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بقرابة 1000 حالة، وهو رقم كبير ومزعج ومقلق في الوقت ذاته. ومن الأهمية بمكان أن لا يتكرر الأمر في عيد الأضحى الأسبوع القادم، وحتى يكون العيد عيدين، عيد الأضحى وعيد الصحة والسلامة من الإصابة بفيروس كورونا، فإن المسؤولية اليوم مضاعفة على الجميع من أجل مواصلة قصة النجاح البحرينية في التصدي لفيروس كورونا. نقلت صحيفة الوطن أن استشاري الأمراض المعدية في المستشفى العسكري المقدم طبيب مناف القحطاني أكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الاحترازية وعدم التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك.
بيّن الصحيفة الوطن أن استشاري الأمراض المعدية في مجمع السلمانية الطبي الدكتورة جميلة السلمان أكدت حجز البحرين للقاح جامعة أوكسفورد لفيروس كورونا، والذي أثبت النجاح والقدرة على إنشاء أجسام مضادة للفيروس. هذا ونشرت طفلة الخليفة مقالا لها في صحيفة أخبار الخليج، والذي جاء بعنوان تعافٍ. فإلى المقال. المراقب للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة والمتعلقة بفيروس كورونا يلاحظ أن أعداد المتعافين الجدد صارت أكثر من أعداد المرضى، وأن أعداد الحالات القائمة صارت تتراجع، وهو ما يبشر إلى تناقص الحالات القائمة، وهذا سوف يجعل الحمل يخف على أطبائنا الذين يجاهدون في سبيل إنقاذ البلد من هذا الفيروس ومشكلاته، كما سيجعل مختلف أنواع التكاليف المتعلقة بفيروس كورونا تخف عن البحرين وميزانيتها وأموالها المرصودة لمواجهته. إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا جهود فريق البحرين، ولولا الصامدون في الصفوف الأمامية من أطبائنا وجهازنا الطبي والتمريضي. إلى الأخبار المنوعة من صحيفة الأيام، حيث نشرت أنه ضمن الجهود الوطنية لتعزيز السلامة المرورية وتحت شعار صيف بلا حوادث، قالت الإدارة العامة للمرور إن إجمالي مخالفات حاجب الرؤية لشهر يونيو الماضي بلغ 968 مخالفة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أعلنت أن المرحلة الأولى من أعمال إنشاء جسر للمشاة على شارع خليفة الكبير تستدعي غلق مسارين، وسيتم توفير مسار للحركة المرورية. نتحول إلى ما جاءت به صحيفة أخبار الخليج من أخبار في طبعات هذا الصباح، حيث أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أعلنت عن ترخيص أول مركز استشاري متخصص في تقديم الخدمات الصيدلانية الاستشارية لتسهيل إجراءات استيراد وتصدير الأدوية بمملكة البحرين. هذا ونشر الصحيفة أخبار الخليج أن مناطق متفرقة في الرفاع والنويدرات وسترة والعكر والمعامير وسند تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي ظهر يوم أمس لمدة 3 ساعات، وذكرت هيئة الكهرباء والماء أن سبب الانقطاع كانت بسبب وجود خلل طارئ في محطة نقل الكهرباء الرئيسية بالرفاع. طالع من صحيفة الوطن أن البرنامج التدريبي لأطباء الامتياز في الخدمات الطبية الملكية المستشفى العسكري انطلق، وذلك بمركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، حيث يقوم بتوفير فرص التدريب للأطباء البحرينيين ودعم الأطباء حديثي التخرج من مختلف الجامعات الطبية المعتمدة. وفي الشأن التعليمي، نشر صحيفة البلاد أن وزارة التربية والتعليم أفادت بأنه تم الإعلان عبر موقع الوزارة الإلكتروني عن توزيع خريجي الشهادة الإعدادية على المسارات الأكاديمية والمدارس الثانوية للعام الدراسي المقبل. وكالعادة، إلى الجولة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدين، نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.